وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا على شرائط أو شروط وجوب الصلاة، وذكرنا أنها ستة شروط، وتكلمنا على ما ذكره الشيخ أبو شجاع في كتابه، وذكر ثلاثا وزدنا عليه كما ذكر المحققون والشراح ثلاثة أخر، وانتهينا من هذا بفضل الله تبارك وتعالى. والآن نتكلم على الشق الآخر الذي عقد أبو شجاع الفصل من أجله، لأن القاضي أبو شجاع عقد فصلا لشرائط الوجوب وللصلوات المسنونة، ونحن تكلمنا على الشق الأول بفضل الله تعالى وأنهيناه بحثا، والآن نتكلم على الشق الثاني من هذا البحث، ألا وهو الصلوات المسنونة أو الصلوات المسنونات، في نسخة بهذا ونسخة بهذا كما يقول الشيخ ابن قاسم الغزي، الصلوات المسنونة والصلوات المسنونات. والصلوات المسنونات كما يقول أبو شجاع خمس. المسنونات يقصد بها هنا التي تشبه الفرائض، خمس باعتبار أنه يتكلم على المسنونات التي تشابه المفروضات، وشبهها بالمفروضات في أنه متأكد أمرها، رقم اثنين في أنه طلب فيها الجماعة، كما أن الفرض مطلوب فيه الجماعة، يعني أن فعلها في جماعة تزيد في الثواب على فعل غيرها في جماعة. وأفضل هذه الصلوات الخمس صلاة عيد الفطر، ثم عيد الأضحى، ثم كسوف الشمس والأفضلية يعني في كثرة الثواب، ثم كسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء. على هذا النحو ذكرها الشراح والمحققون، والأدلة معروفة في المطولات، لأننا هنا التزمنا الاختصار. قوله هنا خمس العيدان، أي عيد الفطر الذي يعقب رمضان، وعيد الأضحى الذي هو في موسم الحج، وسمي عيد لما فيه من العود، يعني يأتي مرة ثم أخرى وهكذا. وقوله العيدان هو على حذف مضاف، أي صلاة العيدين. ثم ذكر بعد ذلك الكسوف، الكسوفان هي في الحقيقة كسوف الشمس وكسوف القمر، ولكنه غلب الكسوفان على كسوف الشمس وكسوف القمر كالعمران، والكلام أيضا على حذف مضاف، وصلاة الكسوفين، والتغليب أمر شائع ذائع في لغة العرب، واستعمله يعني أهل العلم كثيرا جدا. أوى الكسوفان والاستسقاء، الاستسقاء الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، يعني طلب السقيا، وأيضا الإضافة على حذف مضاف، وصلاة الاستسقاء يعني الصلاة التي تصلى من أجل طلب السقيا
من الله تبارك وتعالى، وسيأتي الكلام عليها مطولة، ويأتي الكلام على صورها وعلى إلى آخره. انتهى من هذه الخمس: العيدان، كسوفان، والاستسقاء. العيدين ده اتنين، والكسوفين اتنين، والاستسقاء واحد، يبقى كام؟ يبقى خمس. ثم بعد ذلك قال: والسنن التابعة للفرائض 17. تابعة للفرائض في ايه؟ في المشروعية، فهي شاملة هذه السنن للقبلية وللبعدية. قبلية يعني ايه؟ يعني قبل الفرض، وبعدية اي تفعل بعد الفرض، فهي تابعة للفرض في الطلب سفرا وحضرا، فهي تابعة للفرض في الطلب سفرا وحضرا، يعني في السفر وفي الحضر، أي تطلب في حال السفر وتطلب أيضا في حال الحضر. والحكمة في مشروعيتها في حق الأنبياء زيادة الثواب، لأنهم ليس عندهم يعني ما تجبره هذه الصلوات، فهم كمل وهم أهل فضل، وفي حق غيرهم تكمل ما نقص من الفرائض. نسيت لك صلاة الصبح وانت ناسي، ما افتكرتهاش إلا يوم القيامة، ربنا جابك كده وقال لك خلي بالك يا عبدي في يوم انت ما صليتش فيه. ازاي يا رب؟ طلعوا له الاسطوانة وشغلوها له. كان شيخنا الشيخ علي يقول لك ايه؟ طلعوا الاسطوانة، حياتك كلها على سي دي صغير عند ربك، يوم القيامة يتفتح لك السي دي وتفرج بقى انت عملت ايه وسويت ايه، وربنا يسترها ربنا يسترها في حقنا جميعا، لاننا كلنا نواقص وكلنا ذنوب، وان لم يسترنا المولى الكريم فستكون الفضيحة كبيرة، زي ما شيخنا يقول لك من جوه ايه؟ من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله. وفي حق غير الانبياء تكميل النواقص، صليت مثلا صلاه 3 ركعات في الظهر ونسيت وما افتكرتش مطلقا، تاتي هذه النوافل الواحده منهم تكمل لك، او العشره منهم كما قال بعض العلماء تكمل لك. صليت كم سنه؟ أنا صليت والله 10 ركعات سنة، 10 ركعات تقابل ركعة واحدة فرض عند بعضهم، تكمل هذه مكان هذه. طب واحدة أنا ما خشعتش فيها ثوابها نقص، تأتي هذه الصلوات تكمل ما نقص من الصلوات، ما نقص من ثوابها. بعض العلماء قال لو ترك فرضا يقام له كل 70 ركعة، كل 70 ركعة من النفل مقام ركعة واحدة، مش كل 10، كل 70، كل 70 مقام ركعة واحدة اعتبارا بالفضل. وكالصلاة فيما ذكر الصوم، حصل في الصوم خلل، النوافل تكبر ما حصل في الصوم من خلل. والسنن الراتبة هي التابعة للفرائض. يبقى لما نيجي نعرف السنن الراتبة نقول هي ايه؟ هي السنن التي تتبع الفرائض. وعلى هذا يأتي سؤال: طب وصلاة الضحى من الراتبة او ليست من الراتبة؟ ما تجاوبه، مش تابعة هي اصلا، هي تبع الفرائض، يبقى مش راتب، يبقى نقول الضحى ليست من الرواتب. لماذا؟ لأن الرواتب هي التي تتبع الفرائض. وقيل الراتبة ما لها وقت، وعلى هذا فتدخل صلاة الضحى. يبقى دخول صلاة الضحى أو عدم دخولها مبني على تعريف الراتبة. فإن قلنا الراتبة هي التابعة
للفرض فلا تدخل صلاة الضحى. وإن قلنا غاية هي التي لها وقت محدود معروف دخلت صلاة الضحى في الرواتب. يا مولانا يعني هو دخلت أو خرجت بس نصلي؟ لا، احنا لابد ان احنا نضبط العلم. كلام الهبل ده يعني ده مش كلام طالب علم يريد ان يحقق ويدقق ويعرف يعني المدارس العلمية كيف بنت وكيف يعني اسست نمطا فريدا. طيب هقول لك حاجة، ده ايضا يفرق معنا في الاحكام. افرض واحد قال لمراته ان صليت راتبة في هذا اليوم فأنت طالق، هتعمل ايه بقى؟ وصلت الضحى، من قال بأنها ليست راتبة لأن الراتبة تابعة للفرض لا تطلق على كلامي لأنها ليست راتبة، ومن قال بأنها الراتبة هي التي لها وقت معلوم فصلت الضحى طلقت. يبقى ضبط العلوم يؤدي إلى اختلاف الأحكام. أو مثلا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أصلي راتبة، اللي اسمه نذر اللجاج عشان يمنع نفسه. إن كلمت فلانا فعلي أن أصلي راتبة، وجاله فلان ده فاتحرك لما كلمه بقى وخلاص انا قلبي طيب انا ما بشيلش، وكلمه وصلى الضحى، هل بقى صلاة الضحى ديت ينجبر بها هذه؟ يعني ما هو النذر اللي جاك في ايه؟ يا اما ان ينفذ ما حلف عليه او اما ان يكفر لانه هو شبيه باليمين. طب صلى الضحى، طب ما هو بر عند من قال بأن الضحى من الرواتب وهكذا. طيب صلوا على النبي. الراتبة هي بقى مشايخ، الراتبة هي التابعة للفرض أو ما لها وقت محدد، بس كده خلصنا. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه هذه الرواتب، وخلي بالك الرواتب دي منها مؤكدات ومنها غير مؤكدات عشان نبقى ماشيين المنهج منضبط. الراتبة انتهينا منها، وركعتا الفجر، ركعتا مضاف والفجر مضاف إليه، وحذفت النون في ركعتان للإضافة، ركعتا الفجر والفجر اللي هو الوقت. يبقى الإضافة على معنى إيه؟ على معنى في ركعتان في وقت الفجر، وهي أفضل الرواتب بعد الوتر، أفضل الرواتب بعد الوتر. فلو قال لله علي أن أصلي أفضل الرواتب بعد الوتر تعينت ركعتا الفجر في حقه، وبعدهما بقية الرواتب المؤكدة، يعني ويأتي بعدهما في الفضل بقية الرواتب المؤكدة، ثم بعد ذلك يأتي بقية الرواتب غير المؤكدة. ولها كيفيات متعددة في النية. طب أنوي إيه بقى وأنا بصلي؟ ما هي صورة النية عندما أصلي ركعتا الفجر؟ قال أولها أن تنوي سنة الفجر، تقول الله أكبر، وأنت تكبر تنوي بقلبك سنة الفجر أو سنة صلاة الفجر أو ركعتي الفجر، شيل سنة تقول ركعتي الفجر، ما هو ركعتين الفجر ما بقوش إلا سنة في الأصل، أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح. أدي أربع صور من صور النية. ويسن تخفيفها، يعني يسن للمصلي أن يخفف في هاتين الركعتين ويقرأ في أولهما
آية البقرة، قولوا آمنا إلى قوله ونحن له مسلمون. يقرأ في الركعة الأولى هذه الآية، يعني يسن له أن يفعل هذا. وآية آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله مسلمون. يعني الركعة الأولى هيقرأ فيها هذه الآية من سورة البقرة، والركعة الثانية يقرأ فيها هذه الآية من سورة آل عمران. طب مش هيقرأ دول، ممكن يقرأ سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، أو يقرأ ويقرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، السورة التي ذكر فيها الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والدليل، أو يقرأ سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص. هذه ركعة الفجر. والدليل في ذلك الاتباع كما ذكر علماؤنا. يبقى هنا لنا ثلاثة طرق، إما آية سورة البقرة وآية سورة عمران، وإما سورة الشرح وسورة الفيل، وإما سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحافظ عليها. ولو جمع بين كل هذه الواردات لكان أولى. يعني ممكن يقرأ في الأولى آية سورة البقرة، ويقرأ في الأولى سورة الشرح، ويقرأ في الأولى سورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية آل عمران، ويقرأ الفيل، ويقرأ الإخلاص، كان حسنا. ولا يعارض ذلك التخفيف، لأن التخفيف معناه أن تقتصر على الوارد، والتطويل أن تزيد على الوارد. ثم ذكر علماؤنا في صلاة ركعتي الصبح سنة الاضطجاع. أظن ما فيش حد بيعملها دلوقتي، صلى ركعتين، ركعة الفجر، يصلي ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يضطجع، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي صلاة الصبح. وهذه الضجعة، عارفين يعني إيه ضجعة؟ يعني هينام على جنبه اليمين أو جنبه الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل بين ركعتي الصبح وبين صلاة الصبح بهذه الضجعة، فالأصل فيها الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وآله وسلم. لا لا ما ينامش، ده ضجعة بس كده. لا لا ما يشخرش يا عم شغاني، هي ضجعة. ضجعة يعني ايه؟ يعني هينام كده على جنبه اليمين. نعم، اضطجاع بغير نوم، وإلا مش هيصلي بقى كده، هيصلي الظهر. لا سيما لو كان شغال مطلقا. العلماء قالوا مطلقا. كان سيدنا الإمام الشافعي يقول: وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع، والأولى أن تكون على جنبه الأيمن، بس ممكن على الأيسر، بس الأولى والأحسن أن يضطجع على جنبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهو يضطجع يتذكر فيها ضجعة القبر، يبدأ يومه بالقبر وينتهي يومه بالقبر، حتى يتذكر ما صنع وما فعل. والمعتمد أنه يضطجع
بقدر بعد السنة سواء قدمها أو أخرها، والمعتمد أنه يضطجع بعد السنة، يعني يصلي صلاة السنة يضطجع يصلي الصبح، أو ممكن يصلي صلاة الصبح ثم بعد ذلك يصلي صلاة السنة وبعد ذلك يضطجع. يبقى سواء قدم صلاة الفجر أو أخرها الاضطجاع إنما يكون بعد صلاة السنة. قال والمعتمد أنه يضطجع بعد السنة، معتمد يعني في خلاف، لكن ده الراجح وده المفتى به، سواء قدمها أو أخرها، يعني قدمها أتى بالترتيب الطبيعي، صلى السنة سنة ركعتي الفجر ثم بعد ذلك الصبح، متى يضطجع؟ قالوا يضطجع بعد سنة الفجر. طب هو جاء لقى وجد الناس يصلون الجماعة فصلى معهم الجماعة، ماذا يفعل؟ قالوا يصلي بعدها صلاة السنة ثم بعد ذلك يضطجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يضطجع بعد السنة. بعضهم قال العكس، قال لا، ده الاضطجاع ده إنما كان من أجل الفصل، وكلام طويل في هذا. فلو تركت هذه الضجعة مش عايز يضطجع خلاص، قالوا يأتي مكانها بذكر أو دعاء أخروي، سبحان الله والحمد لله، أو يصلي على سيدنا رسول الله بدلها، أو يقول اللهم يعني ارزقني بالجنة وأبعدني عن النار وإلى آخره. فلو لم يأتي بهذه الضجعة يستحب له أن ينتقل من مكانه. طيب انتهينا من ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر يسن تطويلهما، يسن تطويلهما، يعني يسن تطويل هذه الأربع التي قبل الظهر، ولا بد من نية القبلية أو البعدية في كل صلاة لها قبلية وبعدية قياسا على صلاة الظهر. يعني هو بيصلي الصلاة اللي قبل الظهر ينوي القبلية، يصلي بعد الظهر الصلاة ينوي بها البعدية، كما أنه ينوي صلاة الظهر في كل الأحوال. طيب، وطبعا الدليل فيها موجود في المطولات. وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، أي بعد الظهر، عندكم هنا وركعتان بعده، بعده ولا بعدها؟ في بعده عندي فيها اتنين، يعني فيها نسختين. طيب ركعتا الفجر، ما انا ما كاتب من البجول وركعتان بعده، لا غريبة، هنا ركعتان بعده وهنا ركعتان بعده، في البجولة هتلاقي ركعتان بعدها. قال أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، أي بعد الظهر. طب اللي ذكر الضمير يبقى بتقدير الفعل، يعني بعد الفعل يعني. سنة زيادة ركعتين بعدهما أيضا لخبر ورد فيه، يعني يبقى أربعة وأربعة، لكن هنا بيقول أربعة واثنين. في الشروح قال علماؤنا يسن أن يزيد كذلك ركعتين، لأنه قد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. والجمعة كالظهر فيما يسن لها، يعني قبل صلاة الجمعة أصلي أربعة وبعد صلاة الجمعة أصلي أربعة لخبر مسلم، وكان ابن مسعود يفعله، يعني كان ابن مسعود يصلي قبل صلاة الجمعة نفلا ويصلي بعدها،
والظاهر أن ذلك كان بتوقيف، أي أنه اطلع فيه على سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي طب ما هو اهو خبر يبقى كلمة ابن مسعود بقى مبتدع ثواني، ما يعني هما بيقولوا هي بدعة. فهو بيقول ان الوهابية عليهم من الله ما يستحقون، بيقولوا ان اللي بيصلي قبل بعد الاذان وقبل الجمعة صلاة سنة الجمعة مبتدعون. دول لهم ورد فيه حديث في صحيح مسلم رقم 2، سيدنا ابن مسعود كان يفعل ذلك. فهل أنتم تبدعون الصحابة؟ والعياذ بالله، فإن التزموا تبديع الصحابة التزمنا تكفيرهم. ويدخل وقت القبلية بدخول وقت الفرض، بما يدخل وقت القبلية؟ قالوا بدخول وقت الفرض، يعني أول ما المؤذن يقول الله أكبر داخل وقت القبلية، ويدخل وقت البعدية بفعل الفرض، يعني صلاة العشاء ستدخل علينا بعد قليل، أول ما يؤذن دخل وقت القبلية، صلينا صلاة العشاء داخل وقت البعدية، ويخرج وقت النوعين بخروج الوقت، وأول ما يأذن مؤذن الفجر يخرج وقت البعدية ووقت القبلية، ويندب قضاؤهما بعده. طب أنا سبت ركعات الظهر، أصل ممكن إن أنا أصليها بعد العصر، مفيش مشكلة خالص، لأنه إذا فات نفل مؤكد ندب قضاؤه وألحق به التهجد، فإذا ترك التهجد ندب قضاؤه ولو بعد طلوع الشمس، لأنه نفل مؤكد له وقت فأشبه الفرض فألحق به في ندبية القضاء. طيب، بارك الله في الطلاب. وأربع قبل العصر، وأربع قبل العصر لخبر ورد فيه، عندنا من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله جسده على النار، أليس كذلك؟ اللهم حرم جسدنا على النار، وشفع فينا النبي العدنان، اللهم آمين. وأربع قبل العصر، يعني وأربع ويسن أربع ركعات قبل صلاة العصر. طب هب إن هو أتى ووجد الإمام قد يعني قائم بالصلاة، في هذه الحالة يصلي مع الإمام، فإذا انتهى الإمام ندب له أن يقضي هذه الأربع، وركعتان بعد المغرب، أي وكذلك تندب صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، وسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص. ليه؟ التوحيد حق الله على العبيد. وسن ركعتان خفيفتان قبل المغرب لما في صحيح البخاري ومسلم أن كبار الصحابة كان إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري قبل صلاة المغرب يصلون ركعتين. ده موجود كده، ده موجود فين؟ في البخاري ومسلم، وانت بتحب البخاري ومسلم وتفضلهما على بقية الكتب، وهو كذلك. وسن ركعتان خفيفتان، انتهينا من هذا. يبقى عندنا ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب، حتى الإمام النووي نبه على هذا في كتاب المنهاج. وثلاث بعد العشاء، يعني وكذلك يسن ثلاث ركعات بعد
صلاة العشاء، هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى بعد سنة العشاء. ثلاث بعد العشاء يعني بعد صلاة الفرض، في نسخة أخرى بعد سنة العشاء، والأولى أي النسخة الأولى أولى كما يقول المحقق الباجوري من الثانية، لما يلزم على الثانية من اختلال العدد. أنت بتقول لي 17، لو أنت قلت وثلاث بعد سنة العشاء مش هيبقوا 17، ده هيبقوا 19، والعدد بالتفصيل يخالف الجملة، يعني التفصيل يخالف الجملة. أنت تقول 17 وإذا عددناهم وجدناهم 19، ويسن ركعتان قبل العشاء لخبر ما بين كل أذانين صلاة، وأذانين يعني أذان وإقامة من التغليب، يعني ما بين كل أذان وإقامة يسن أن يصلى ركعتان على التغليب، يوتر بواحدة منهن. يبقى وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، يعني من هذه الثلاث، ينوي بها سنة الوتر، أو ينوي بها الوتر، إما أن يقول بقلبه نويت سنة الوتر، أو إما أن يقول نويت الوتر. إن قال هذا فهذا صحيح، وإن قال هذا فهذا صحيح أيضا. قال يوتر بواحدة منهن، يعني من هذه الثلاث، ينوي بهذه سنة الوتر، أو ينوي بها الوتر. الوتر صلاة تؤدى بعد صلاة العشاء، وأقل الوتر ركعة، ولا يكره الاقتصار عليها، ولكن الاقتصار عليها خلاف الأولى. وآخره يعني آخر عدده 11، يعني 11 ركعة، أقله واحدة وأكثره 11 ركعة، ودل على ذلك أخبار صحيحة وردت في السنة. طب أنه صلى 15 لا يصح، هنا نقول له أنت مبتدع، لأنه هكذا ورد عن رسول الله، والعلماء منعوا الزيادة على هذا، وقالوا لو زاد على هذا لا تصح صلاته، ويكون حينئذ دخل في أمر محرم، لأن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام. ولو نوى الوتر وأطلق حمل على أقل الكمال، قال الله أكبر وقال قلبه نويت صلاة الوتر أو نويت الوتر، هل يصلي واحدة أم يصلي ثلاث؟ قالوا لا، إذا نوى وأطلق يحمل على أقل الكمال، وأقل الكمال ثلاث، هي ركعة دي أقل ما ورد، ولكن أقل الكمال ثلاث، فالمطلق يحمل على أقل الكمال وهي ثلاث ركعات. ولو زاد على ركعة، عندنا حاجة اسمها الفصل وعندنا حاجة اسمها الوصل، في حاجة اسمها فصل الوتر وفي حاجة اسمها وصل الوتر. وضابط الفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها، أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها، يعني أنا هصلي 10 مثلا وسأصلي الأخيرة منفصلة ركعة واحدة، يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه فصل، لأن أنا فصلت الركعة الأخيرة عما قبلها من الركعات، فله أن يصلي 10 ركعات ثم بعد ذلك يسلم، ثم بعد ذلك يصلي ركعة واحدة، يكون كذلك فصلا. وضابط الوصل أن يصل الأخيرة بما قبلها حتى ولو فصل اللي قبلها، يعني الركعة الأخيرة
يصلها بما قبلها. يعني ممكن أنا أصلي ركعتين وركعتين 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 وآخر ثلاثة أصليهم معا، يبقى أنا كده وصلت. يبقى عندي حاجة اسمه وصل وعندي حاجة اسمه فصل. الوصل والفصل يعتبر بالركعة الأخيرة، فإن صلاها مضمومة إلى ما قبلها كان وصلا، وإن لم يصلها كذلك كان فصلا. وقال علماؤنا الفصل أولى من الوصل، يعني أكثر ثوابا ومطلوبية من الوصل. له في الوصل التشهد في الأخيرة فقط، يعني إذا وصل صلى آخر ثلاث ركعات مع بعض، آخر خمس ركعات مع بعض، آخر سبع ركعات مع بعض، آخر تسع ركعات مع بعض، يعمل إيه؟ قالوا له أن يتشهد تشهدا واحدا فقط. قالوا في الوصل وله في الوصل التشهد في الأخيرة فقط. خلينا نقول ثلاثة هيتشهد في الثالثة فقط، خمسة هيتشهد في الخمسة فقط، سبعة هيتشهد في السابعة فقط، تسعة هيتشهد في التاسعة فقط، إحدى عشر هيتشهد، كلها بقى وصله، هيتشهد في الأخيرة فقط. أو له أن يتشهد في الأخيرتين، هيصلي ثلاثة، يتشهد في الثانية ويتشهد في الثالثة كصلاة المغرب، وهيتشهد أي يصلي خمس، الرابعة والخمسة، سبعة ستة والسبعة، تسعة تمانية تسعة، حداشر عشرة حداشر، لأن هذه صورة موجودة في الشرع. ولكن ما هو الأفضل؟ هذا يجوز، ولكن الأفضل أن يأتي بتشهد واحد فقط، لأن في نهي عن تشبيه السنة بالفرض. وله في الفصل التشهد في كل ركعتين، يصلي ركعتين ويتشهد، يصلي ركعتين يتشهد في آخر ركعتين. طيب بعد ذلك، لا لسه بعد ذلك لسه كتير. طب وقته متى الوتر؟ قال وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وحتى ولو كانت الصلاة مجموعة، يعني هب أنني صليت المغرب والعشاء في وقت المغرب حيثما أجيز لي الجمع والتقديم، أنا مسافر هصلي المغرب والعشاء جمع تقديم وأريد أن أوتر، يجوز له أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة. طيب هو بيقول وطلوع الفجر، الفجر الأول ولا الفجر الثاني؟ قال لا الفجر الثاني. وسن أن يجعل الوتر آخر صلاته، لأنه ورد هكذا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ولو كان له تهجد أخر الوتر حتى يتهجد، هب إنه معتاد إنه يتهجد، ينام قبل أن يصلي خلاص نام، ثم بعد ذلك يعني قم تهجد ثم بعد ذلك صلي الوتر، واجعل الوتر آخر صلاتك بعد التهجد. هب أنه أوتر، صلى الوتر ثم نام ثم استيقظ قبل الفجر بساعة مثلا وأراد أن يتهجد، يتهجد، هل أعيد الوتر؟ لا، للنهي عن إيقاع الوتر مرتين في ليلة، لا وتران في ليلة، وهو نهي كما ذكر ذلك علماؤنا، يعني لا توتروا مرتين أو أكثر في ليلة واحدة.
بل لو أوترا مرة ثانية لم يصح، لأن الأصل في العبادة إذا لم تكن مطلوبة عدم الصحة، بل ولو تلبس بذلك فإنه يكون آثما. وفعله في آخر الليل أي الوتر لمن وثق بيقظته في آخر الليل أو لا، أنا وثق إن أنا قبل الفجر دعتي بقوا خلاص أخروا إلى آخر الليل، والله أنا ما أضمنش نفسي لأن أنا شغال أو نومي تقيل وما بقدرش يعني أقوم، خلاص يبقى أصلي قبل ما تنام. ولو فعله بعد نوم، افرض إن هو نام في أول الليل قليلا ثم بعد ذلك قام فصلى الوتر، هل يسمى تهجدا؟ نعم، يكون وترا وتهجدا، لأن التهجد كل صلاة صلاها بعد نوم في صلاة العشاء. ولو أوتر بعد وقت العشاء وقبل فعلها لم يعتد به وترا، أذن لصلاة العشاء قال طب ما أقوم أصلي الوتر وبعد كده أصلي صلاة العشاء، لا يعتد بما صلى، لأن الوتر لا بد أن يسبق بصلاة العشاء، يبقى هو كده بيستعبط. حتى ولو كان جاهلا يحسب له نفلا مطلقا، أما إذا كان عالما أنه لا بد وأن يصلى الوتر بعد صلاة العشاء فصلاه قبل صلاة العشاء لم ينعقد له لا نفل ولا وتر. أما لو كان جاهلا لا يعلم الحكم فإنه ينعقد له نفلا مطلقا. والراتب المؤكد من ذلك 10 ركعات. احنا اتكلمنا على الرواتب مطلقا، منها رواتب مؤكدة ومنها رواتب غير مؤكدة، المجموع 17. الرواتب المؤكدة من هذه 17 10، 2 قبل الفجر احسب، 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر يبقى 6، وركعتين قبل بعد المغرب يبقوا كام؟ 8، وركعتان بعد العشاء يبقوا 10. وهذا الذي تجده في منهاج الإمام النووي. وثلاث نوافل مؤكدات، أفضل هذه الثلاث صلاة التراويح، ثم صلاة الضحى، ثم صلاة الليل. تراويح، ضحى، ليل، وهذه الثلاثة ليست تابعة للفرائض، لا الوتر تابع للفرائض ولا الضحى تابعة ولا صلاة الليل تابعة، لكن هل هي رواتب من جهة إن لها وقت محدد ومعين؟ صلاة الليل أولها، وهذه الإضافة على معنى فيه صلاة في الليل، يعني صلاة تفعل في هذا الوقت الذي علم بأنه الليل، ولو عبر بالتهجد لكان أولى، ولو قال وصلاة التهجد كان أفضل من صلاة الليل. وهو لغة رفع النوم بالتكلف، تهجد يعني دفع النوم عن نفسه بالتكلف يعني بمشقة. واصطلاحا صلاة بعد العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم، صلاة بعد العشاء ولو مجموعة وبعد نوم، لابد أن يتوفر فيها هذان الشرطان، الشرطان أن تكون بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت مجموعة، وأن تكون بعد نوم. ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر، تعود أن يتهجد كره له أن يترك هذا التهجد، لأنه إذا شرع في الخير طلب منه أن يستمر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديما. ويسن للمتهجد القيلولة، لأنه يستعين بالقيلولة على صلاة الليل، وهي النوم قبل الزوال،
يعني قبل زوال الشمس، يعني قبل الساعة 12، يعني ممكن يناموا مثلا من 11 ل 12، من 10 ل 12. ده بيتكلم على نظام اجتماعي كان غير النظام الاجتماعي بتاع النهارده. يعني النهارده ما ينفعش حضرتك وانت شغال في مؤسسه حكوميه او غير حكوميه تقول لهم والله انا عايز اقيلل، قننوا لنا القيلوله ونريد ان نصلي صلاه التهجد ليلا، وتسيب الشغل وهو لاخره، وتروح تنام لك من 10 لغايه الساعه 12 وتقول والله انا عايز اتسنن بسنه رسول الله. ما هو الفهم برضك يعني نعمة. طيب، وهي مثل السحور للصائم. القيلولة ديت علماءنا شبهوها بالسحور للصائم، لأن السحور يستعين به الشخص على الصوم، وكذلك الشخص يستعين بالقيلولة على قيام الليل. قال علماؤنا: ويكره قيام ليل يضر. يفضل واقف كده اهو الصبح ما يروحش يشتغل، لا خير في هذا، لانه هيضيع منه قوت عياله، بخلاف قيام ليل لا يضر. طيب، بعد ذلك قال: النفل المطلق. مش عندنا كده النفل المطلق؟ لا لسه، لا مش عندنا هنا النفل المطلق. النفل لغة الزيادة، واصطلاحا ما رجح الشرع فعله وجوز ما رجح الشرع فعله وجوز تركه. ما رجح الشرع فعله وجوز تركه. المطلق يعني هو الذي لم يتقيد لا بوقت ولا بسبب. تقول نفل مطلق، يعني ايه مطلق؟ نفل يعني شيء زائد على الفرض، مطلق يعني لا وقت له، كذلك لا سبب له. والنفل المطلق يقع في الليل ويقع في النهار، غير أن النفل المطلق الواقع في الليل أفضل من النفل الواقع في النهار. ودل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النفل الواقع في الليل المطلق وإن لم يكن تهجدا كأن لم يكن بعد نوم أفضل من النفل المطلق في النهار، يعني أكثر ثوابا. النفل الذي يقع بالليل سواء كان بعد نوم أو ليس بعد نوم أفضل من النفل الواقع في النهار، لكون الفعل بالليل بعيد عن أعين الناس، بعيد عن الزوجة، أبعد عن الرياء. يبقى يذهب هكذا كأنه ذاهب للحمام بالليل ومرأته نايمة ويصلي ركعتين، يبقى هكذا فعل خيرا. والأفضل أن يسلم فيه من كل ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولو نوى عددا، نوى أن يصلي 20 ركعة، له أن يتشهد في كل ركعتين كما له أن يتشهد في كل 4. لا يجوز إيقاع ركعة منه بين تشهدين، زي صلاة المغرب كده، أصلي ركعتين وتشهد فيهم، بعد كده أصلي ركعة وتشهد، ما ينفعش، للنهي عن تشبيهه بصلاة المغرب، إلا الركعة الأخيرة يجوز فيها ذلك. والنفل في وسط الليل أفضل منه في أول الليل وفي آخر الليل لمن جعل ليله ثلاثا، هكذا قال علماؤنا. لو جعلت ليلك مثلث، يعني ايه مثلث؟ يعني انا عندي مثلا دلوقتي المغرب الساعة كام؟ الساعة 6، والفجر الساعة كام؟ الساعة 5، يبقى عندي 11 ساعة، اقسم ال 11 ساعة على 3، يبقى بالظبط عندي
ثلاث ساعات وحوالي 40 دقيقة. أول تلت ساعة كام؟ ساعة 10:15 يخرج أول تلت، 10:15. التلت الثاني هيبقى عندي الساعة كام؟ الساعة 1:40. لا، هيبقى الساعة 2. ثلاث ساعات وتلت، ثلاث ساعات واربعين دقيقة، هيبقى الساعة 2. الساعة 2 احسب عليهم كام؟ ما احنا قلنا التلت الأولاني والتلت الثاني من 10:15 إلى الساعة 2. التلت الثالث من 2 لـ5. لا، ما تجيش كده. ما هو احنا دلوقتي عندنا 11. 11 يبقى فيها كام؟ فيها 3. 3 ساعات ب9، وعندي ساعتين أقسمهم على 3. ساعتين بكام؟ الساعتين ب120. قسم ال 120 على 3 هتديك 40، يبقى 3 ساعات و40 يا هلا. يبقى لما تقول الساعة 6 يبقى أول تلت هيعمل معاك كام؟ 10 إلا تلت، 49 دقيقة. يبقى أول تلت خرج 49 دقيقة، 49 دقيقة، يعني 10 إلا تلت. اضرب بقى التلت ساعات يبقى 12، 12 ضيف عليهم 40 دقيقة يبقى 1:15. يبقى التلت الثاني من 49 دقيقة إلى 1:15، يبقى هو ده التلت اللي هو أفضل من التلت الأول وأفضل من التلت الآخر لمن جعل ليله ثلاثا. يعني إيه؟ هنام من الساعة 6 لغاية الساعة 10 مثلا يعني، وهقعد من 10 لغاية الساعة 1:15، ساعة 1:15 أصلي، وبعد كده أنام من 1:15 لغاية صلاة الفجر. ده أفضل. أفضل ليه؟ لأنه هو هذا الترتيب يعني أعطى لنفسه فرصة إن هو ينام قبل الفجر حتى يقوم يعني بنشاط ويكون قادر على العمل وهكذا. ده لمن جعل ليله إيه؟ لمن جعل ليله ثلاثا. ومن قسمه أيضا أنصافا، افرض واحد هيقسم ليله أنصاف، ده واحد بيتعاقد مع ربنا سبحانه وتعالى، ده واحد بيعبد ربنا سبحانه وتعالى مش نايم. هيجعل ليله مناصفة، يعني عندنا دلوقتي 11 ساعة، يبقى كام ساعة يا مشايخ؟ يبقى 5:30. 5:30 حطهم على الساعة 6 تبقى كام؟ 11:30. هينام من يعني 6 يصلي الفجر، هيصحى العين المغرب، وبعد ذلك ينام إلى الساعة 11، يوم يحضر نفسه أو الأخير، ويبدأ النصف الأخير في يعني تجارة رابحة مع ربه سبحانه وتعالى. لأن النفل لمن جعل ليله نصفين في آخره أفضل من أوله. ولكن قال علماؤنا والأفضل أن يقسمه أسداسا، يجعلوا إيه؟ 6 حتت. خلينا عشان تنضبط معانا هنقول مثلا المغرب بيأذن الساعة 5، والفجر مثلا يعني بيأذن الساعة 5، هيبقى عندي 6. عندي ساعتين، ما هو 12 على 6 هتديني ساعتين، يبقى السدس ساعتين. يبقى هيعمل ايه بقى؟ الافضل ان يقسمه اسداسا فينام 3 اسداسه، ويقوم السدس الرابع والخامس. يعني ينام 6 ساعات الاول من كام؟ ما هو 3 اسداس ب6 هيبقى الساعة 5، ضيف عليهم 6 يبقى الساعة 11، ويشتغل بقى صلاة من الساعة 11 لغاية الساعة كام؟ لغاية الساعة 3، وينام من 3
لخمسة، ولكن هذا بشرط ان ما يجلوش القلب ولا يترتب على ذلك ضرر، وهذا افضل حتى يقوم الى الصبح بنشاط. طب انتهينا من هذا. قال بعد ذلك: وصلاة الضحى. وصلاة الضحى، طيب، اي الصلاة الواقعة في الضحى، فالإضافة هنا على معنى فيه، لان الضحى هو الوقت، وعلى تقدير مضاف محذوف، يعني وصلاة الضحى لا ما فيش، يبقى صلاة في الضحى على معنى فيه. والضحى هو وقت ارتفاع الشمس، وأضيفت الصلاة للضحى لأنها تفعل في ذلك الوقت، ولو فاتت تأكد على الشخص قضاؤها، لأنها من يعني المطلوبات، لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس، فأشبهت الفرائض وألحقت بها في القضاء من هذه الجهة. وأقلها ركعتان، وأدنى الكمال 4 ركعات، وأفضل من 4 6 ركعات، وأفضلها وأكثرها وآخرها على المعتمد 8 ركعات، ده المعتمد. والأفضل أن يحرم بكل ركعتين، ركعتين 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 وهكذا. ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح، وآخرها عند الزوال. والاختيار أن يفعلها عند مضي ربع النهار. طيب ما يلا بقى نحسب مع بعض، والنهار 12 ساعة مثلا، يعني 12 ساعة يعني الربع هيديني كام؟ هيديني 3 ساعات. 3 ساعات ضيفهم لصلاة الفجر، وصلاة الفجر بالساعة كام من دول؟ الساعة 5. 3 ساعات نضيفهم ما تبقى الساعة 8. قالوا لماذا؟ قال: حتى لا يفوت ربع من النهار إلا وقد أوقعت فيه صلاة. كل ربع معاه صلاة، كل ربع معاه صلاة، يبقى يومك كله ملآن بذكر المولى سبحانه وتعالى. خلاص كده على صلاة الايه؟ الضحى. ثم قال بعد ذلك: وصلاة التراويح. مش عندكم صلاة التراويح؟ ولا ما ذكرهاش؟ بس هنجيب مذكورة حتى لو مش مذكورة. وصلاة الضحى وصلاة التراويح، ماشي. وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، هذا هو وقتها. فلو صلاها قبل لا تصح، ولو صلاها بعد على أساس القضاء جاز له ذلك، فهي مثل الوتر في الوقت، وقتها وقت الوتر، وهي صلاة تؤدى في كل ليلة من ليالي رمضان. لا، يؤخر الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقدرها، أي وقدرها 20 ركعة، وذلك لغير أهل المدينة، وأما أهل المدينة فإنهم يصلونها 36 ركعة. وصلاتها 36 ركعة لأهل المدينة باجتهاد من الصحابة الأول، لأن أهل مكة كانوا يصلوها 20، هي 20، ولكن الصحابة اجتهدوا. ليه؟ قالوا: والله جماعة بتوع أهل مكة دول بيصلوا 20 ركعة، وبعد كل 4 ركعات يطوفون بالبيت طوفة. مين اللي كان بيعمل كده؟ ده الصحابة. حتى شيخ الإسلام الباجوري بيقول لك: هذا كان باجتهاد من الصحابة. لأن الطواف عبادة وهي مطلوبة في الجملة، أخب بالك، وهذا يؤدب ويعلم الوهابية. هو النبي عملها؟ شفت الوهابية فسق ازاي؟ اقرأ بقى الحتة دي كده وانت تعلم انهم قد خرجوا عن المنهج. فالصحابة في مكة كانوا يصلون بعد 4 ركعات ثم يطوفون بالبيت،
الأربع ركعات دولت كان ما بينهم خمس طوفات، بعد أول أربعة أدي طوفة، بعد الثمانية طوفة، بعد الاثناشر طوفة، بعد الستاشر طوفة، بعد العشرين طوفة، يبقى كم طوفة؟ خمسة. جميل. الصحابة في المدينة كما يقول سيدنا الشيخ، ولذلك الشيخ البيجوري بيقول لك وهذا الطواف كان يسمى ترويحة. فين الترويحة اللي فيه؟ قال ما هو انت لما تنتقل من عبادة إلى عبادة ثم تعود للعبادة الأولى يحصل لك النشاط، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ترويحة، بنروح عن النفس. صلينا أربع ركعات، هيا بنا نطوف حول البيت طوفة، ثم نصلي أربعة ونطوف طوفة ثانية، وهكذا. الصحابة في المدينة كما يقول شيخ الإسلام الباجوري أبدلوا هذه بكم ركعة بقى؟ بستاشر. لا يبقى هم ستاشر ليه؟ لأنه هو ما هو ما فيش بعد العشرين، لا هم أربع طوفات بس عشان نبقى ماشيين صح، بعد أول أربعة وبعد الثمانية وبعد الاثناشر وبعد الستاشر ما فيش بعد العشرين، لأن الصحابة في المدينة أبدلوا كل طوفة بأربع ركعات، يبقى أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر، مع عشرين ركعة يبقوا بكام؟ يبقى ستة وتلاتين. قالوا إيه ده؟ ده هم بيطوفوا وبيتعبدوا، هي هم بقى هيتقدموا علينا في العبادة، هيا بنا نتعبد أيضا. وكلها منافسة في الحق، وكلها منافسة في سبيل الله، وكلها ترويد للنفس على طاعة الله. هؤلاء عندهم الكعبة المشرفة ويطوفون أربع طوفات ويتروحون بأربع طوفات، فنحن سنجعل هذا الطواف مكانه أربع ركعات. والصلاة خير موضوع فاستكثر منها وأقل، وأخذوا المنهج النبوي وصاروا به. بس هو النبي ما عملش، لا ما عملش، بس الصحابة عملوا. يبقى هادي وهاب انت وهو، يبقى الكلام ده بدعة، يبقى عقلك اللي فيه بدعة، بدعة أنك لم تفهم فهما سليما ولم تسر على المنهج سيرا قويما، أنت مش فاهم حاجة. اقرا كده الشيخ بيقول، يقول لك ايه؟ يقول لك وذلك كان باجتهاد من الصحابة. اقرا لنا الحتة دي وشنب بها يعني أسماعنا حتى تعلم الطلبة أن ذلك يعني أن أمر العبادة أمر متروك إلى كليات الشريعة، وأنه لا يشترط في التعبد أن يأتي شيئا فيها بذاته، ينبغي أن يدل بقواعد الشريعة الكبرى، ولا يشترط في كل عبادة من العبادات أن ترد بنصها وفصها وشكلها ووقتها إلى آخره. هذا مما أحدثته الوهابية. ارجع بقى المنهج الصحابة منهجا صافيا كما فهمه أتباع الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة قبلهم. اقرأ بقى يلا. سالكم قال قوله وهي عشرون ركعة، أي في حق غير أهل المدينة الشريفة. أما في حقهم فهي ست وثلاثون. الله. وسبب ذلك أن الصحابة في مكة، لا اقرأ بالتمهل كده عشان الطلبة يسمعون، ولو في حد من بارليس يسمع لأن بارليس وهابية، اسمعوا يا بارليسة، بارليسة جمع بارليس، مش كده؟ بارليسة جمع بارليس، خدها مني، بارليسة جمعها بارليس جمعها بارليسة. يلا كمل. مين من بارليس؟ ايه ده؟ ده يتخفون كما تخفى مجنون ليلى. طيب كمل. وسبب ذلك أن الصحابة أنت؟ في مكة كانوا يفصلون بين كل ترويحتين بطواف ليستريحوا وينشطوا بذلك. ليستريحوا، بيريح، ومع هذه الراحة ينشط، انتقل من عبادة إلى عبادة ثم يعود للعبادة الأولى يشعر بنشاط، بيجدد دمه يجري، لأنه هو بيعمل إيه؟ ده هو بيلف حوالين الكعبة، ولف حوالين الكعبة ده عبارة عن تحريك للدم،
الدورة الدموية تتحرك، يعود مرة ثانية يشعر أنه يقف بين يدي الله بنشاط. لأن في الانتقال من عبادة إلى عبادة أخرى راحة ونشاطا. لأن الانتقال ماشي، لأن الانتقال من عبادة راحة ونشاط. لأن في الانتقال ماشي. يعني في موجودة. طب كمل. طب خلاص قولها كده. لأن الانتقال راحة ونشاط. ماشي. لأن الانتقال، لا خلي في الانتقال بقى، ما تحرفش. لأن في الانتقال من عبادة إلى عبادة أخرى راحة ونشاطا. ولذلك سميت التراويح. جمع ترويحة. ترويح ليه؟ لأنهم كانوا يستريحون ويتروحون بالطواف فيعودون في نشاط شديد. وكان ذلك باجتهاد لا بأمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بس وقف، كان بإيه؟ يقول لك أصل العبادة توقيفية. ما قلناش إنها مش توقيفية، ولكن توقيفية معناها إيه؟ احتاجها إلى دليل من الكتاب أو من السنة أو من القياس، والكتاب قد يدل بعمومه وقد يدل بخصوصه. هو احنا لما بنطوف بنعمل ايه؟ احنا لما بنطوف داخلين في الاوامر العامة التي تطلب منا عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم ندخل تحت نهي خاص، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف مفردا هكذا، والصلاة كذلك. صلي. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يكثرون من الصلاة، منهم من كان يصلي بالليل 1000 ركعة. صلي، ما تصليش ليه؟ تبقى خيبان. لكنهم يريدون تضييقا، لا تهم صلوا ولا هم ذكروا ربنا سبحانه وتعالى ولا تركوا الناس يذكروا ولا يصلوا. وهذا من النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. مين اللي بيعمل كده؟ الوهابية. كمل عشان نسيبهم. ولما كثر الطواف على أهل المدينة المشرفة. لا تاني كده. لما ايه؟ ولما تعذر الطواف. ليه تعذر الطواف؟ لان ما عندهمش كعبة. امتنع عليهم غير ممكن في حقهم امكانا عاديا. لان واحد ممكن يقول لك ايه؟ بس هو مولانا مش ممكن تخرق لهم العادات. لا، اتكلم في الامكان العادي. ولما تعذر الطواف على اهل المدينة المشرفة أداهم اجتهادهم إلى أن يجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات. الله، يبقى اجتهد في إيجاد 4 ركعات لم يصلها رسول الله. لا نمشي مع الأوامر العامة. الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في منهج يا أخوانا. أما الإخوة الوهابية يقول لك إيه؟ إنه لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه وهكذا. يلا اشتغل بقى، اشتغل بقى وبدع لنا وضيق لنا في المعاملة مع الله. ما مش هنسيبكم وهنرد عليكم بكلام الأئمة الكبار. كمل كده بقى ومخمخنا بالكلام الحلو ده. ولما تعذر الطواف على أهل المدينة المشرفة أداهم اجتهادهم إلى أن يجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات. يبقى في 4 طوفات تضربهم في 4 ركعات تدينا كام؟ تدينا 16 ركعة. تضيفهم إلى 20 يدينا 36. فصارت عندهم 36. الله، حلو جدا. لكن فعلهم لها 20 أفضل، لأن الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه بقى، ما بيقولكش إيه؟ ما بيقولكش متعين، ما بيقولكش ما فعلوا هؤلاء مبتدعون. زي ما يجي العيل من دول وهو ما يعرفش يدخل دورة المية وما يعرفش يستنجى، يقولك والله القنوت في صلاة الصبح بدعة. أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، عقلك أنت اللي بدعة وقلبك بدعة واللي وراك أبدع منك.
يا لا بتبدع سيدنا الامام الشافعي. كان سيدنا الشيخ علي جمعه حفظه الله في مره من المرات في السلطان حسن سنه 98 او 99 برضك سئل عن هذا فقال لهم انتوا بتبدعوا الامام الشافعي، ما هو الامام الشافعي بيقول ان القنوت سنه. لان كان بيحصل عندنا في مساجد مصر لما يعني تركت الساحه لي يعني خروج فئران الوهابية، فكانوا يذهبوا إلى صلاة الفجر ويعني يختصمون مع من يقنط، بل ويبدعون الذي يقنط في صلاة الصبح ويقولون القنوط بدعة. فكان سيدنا قال لهم بقى الإمام الشافعي عملها وتقولوا القنوط وسيدنا الشافعي مبتدع، ده ما حدش قالها يا أخي في العالمين. مين بقى اللي انتج الفكر ده؟ هم دول اللي بعد كده رايناهم يقتلون، ورايناهم بعد ذلك يعني ياسرون النساء، ورايناهم يعني يزنون بهم باسم الرق. هؤلاء هم الوهابيه. ما تقوليش اصل دول داعش، لا، الدواعش عقلهم وامدادهم الفكري من الوهابيه وان اختلفوا. الوهابيه اللي قاعدين هنا مشكلتهم ان هم مش قادرين يعملوا زي العيال الثانيه، شغلتهم اموالهم واهلوهم، لكن الدماغ واحده. اقسم بالذي رفع السماء بغير عمل، لو استطاع السلفيون ان يتحولوا الى داعشيين لا يفعلوا، بل وكانوا يعني ينعون بعض الداعشيين، رؤوس الوهابية ورؤوس السلفية كانوا ينعون بعض الداعشيين، وده موجود لأن الإمداد واحد، الفكر واحد، الدماغ واحدة. غير أن هذا كان في نفسه وصمت لأنه لم يستطع ولم يجرؤ على حمل السلاح، وهذا تجرأ وحمل وقتل وأهرق الدماء وقتل الأطفال بداعي التطرس، بداعي أنها مصلحة كبرى، بداعي الضرورة، ضرورة ده أنت مش عارف تقرأ الفاتحة سليمة، تتجرأ على دماء المسلمين وتقول باجتهاد. اجتهاد إيه؟ طيب عايز تقرأ حاجة؟ أمال جايب الكتاب ده ليه؟ هناك سقط في النسخة القديمة. إيه هي السقط؟ مذكورها لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى. لأن هو بيقول لك العشرين ركعة الأفضل أن يقتصر على العشرين ركعة حتى لأهل المدينة، ده الأفضل وليس هذا متعين. لماذا؟ لأن ذلك هو الوارد عن النبي، لأن ذلك هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لدرجة أن الوهابية كمان قال لك لا، العشرين ركعة بدعة لأن الحديث ضعيف. طب الشافعية، ما ده الشافعية كلهم أئمة حديث يا مولانا. لا بس أنت بس خليهم 11 ركعة. يا راجل ده ما كانوش بيعرفوا يفرقوا ما بين الوتر وما بين قيام الليل وما بين التراويح. والله ما يعرفوا حتى يفرقوا ما بين اليمنى واليسرى. ما عيشناهم وعشرناهم. وعارفين آخرهم إيه؟ آخرهم ضلال مبين. إيه بقى اللي ناقص اللي عندك؟ لكن فعلهم لها 20 أفضل، لأن الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه هو الوارد. طيب يا سيدي، بوركت عشت ونعشت، وتصلى بعشر تسليمات، تسليمات وجوبا، يعني لابد أن يصليها الإنسان بعشر تسليمات كما ورد، هكذا ركعتين ركعتين ركعتين. وده كان عندنا كمان التراث المصري، ولكن الوهابية غيرته، وملعون من غيره يعني منار الأرض، وهؤلاء ملعونون لأنهم غيروا منار الأرض. كان بعد كل أربع ركعات يقوم واحد من الناس ويقرأ سورة الإخلاص، كل ترويحة كده يقرأ. مش موجودة دلوقتي يا عم الحاج. ليه؟ يقول لك هو ده ورد،
طب هو القرآن ده احنا بنقرأ الإنجيل. لا حاجة يعني سامح الله من ترك لهذا الفكر أن ينتشر، فلا يصح. أربع منها أو أكثر بتسليمه، صلى أربعة بتسليمه واحدة لا يصح، لابد ركعتين 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 وهكذا، لأنها أشبهت الفرائض لتأكد يعني طلبها، وكذلك لأنها ذات وقت فينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد. وتصلى في كل ليلة من رمضان بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب في وقت المغرب. فردنا جمعت المغرب والعشاء في وقت المغرب، صلي بعدها صلاة التراويح ما فيش مشكلة. هو عندك جملتها خمس ترويحات ولا وأربع ترويحات؟ صح، أربع ترويحات. وتسمى كل أربع ركعات ترويحة، خلي بالك كل أربع ركعات بيسموها إيه؟ ترويحة، لأن هذه هي مكان الطواف. وتسن الجماعة فيها خمس ترويحات، بس الأربعة الأول هي التي قومت بأربع ركعات، يبقى لا هي خمس ترويحات زي ما أنا كاتب عندي، بس هم يعني الأربع ترويحات الأولى هي التي قدرت بأربع ركعات، اللي كان بيبقى فيها الطواف قدروها بأربع ركعات. وتسن الجماعة فيها وفي الوتر بعدها، ويستحب فعلها بالقرآن في جميع الشهر بأن يقرأ كل يوم جزءا في كل ليلة حتى يتسنى له أن يختم القرآن في شهر رمضان، اقتداء بالنبي العدنان، لأنه كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا من هذا الدرس إن شاء الله.